السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كريم من قناة فوت ترونتيا. بداية نقول للجميع رمضان كريم، وتقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا، آمين يا رب العالمين. الحديث عن مباراة الجزائر الكاميرون، لا يزال الكثير يدلو بدلوه عن هذه المباراة، كون الملايين من الجزائريين لم يتجرؤوا إلى حد الآن الخسارة، كيف لا، وأن المنتخب الوطني كان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ المونديال، لكن للأسف في الثواني الأخيرة حدث ما لم يكن في الحسبان، وتلكم هي كرة القدم التي لا تخضع إلى المنطق. لكن الذي خضع إلى المنطق وللأسف الشديد أن الحكم قاسامة ذبح الخضر أمام الملايين من الجزائر، هذا شيء مفروغ من ولا أحد، وكل من يقول العكس ذلك فهو من كان يأمل أن لا يشاهد، بل من كان يريد تحطيم شوكة المنتخب الوطني الجزائري، وما أكثرهم في الجزائر والأقول في الخارج، لأن أعداء الجزائر في الخارج كثيرون. للأسف في الداخل الوطن سعى الكثير ومنذ مدة إلى تحطيم شوكة المنتخب الوطني الجزائري، البعض منهم كان يخرج علانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض منهم عبر القنوات الفضائية الجزائرية ليقول كلاما مسموما في حق، أحيانا في حق اللاعبين، وأحيانا في حق المنتخب الوطني الجزائري، وأحيانا أكثر من ذلك كانوا يقولون كلاما لا يقال في حق الناخب الوطني جمال بالماضي، متناسين بل متجاهلين أن هذا المنتخب ورث منتخبا مهللا استطاع في زمن قصير جدا أن يجعل من المنتخب الوطني الجزائري منتخبا لؤلؤة في العالم، وما بلوغه المباراة رقم 35 دون خسارة إلا دليل عن ذلك. والمنتخب الذي أفرحنا أكثر من مرة وأخرجنا إلى الشوارع احتفالا بنشوة الانتصار وما التتويج بكأس أمم إفريقيا لأول مرة خارج أرض الوطن، كان ذلك في صائفة 2019 بالعاصمة المصرية القاهرة، إلا دليل عن قوة المنتخب الوطني الجزائري الذي جعل منه جمال بلماضي واحد من بين أقوى منتخبات العالم. هذه حقيقة يجب أن تقال، لكن للأسف أعداء المنتخب الوطني الجزائري يتنكرون إلى ذلك. وكم سعدوا بل كم فرحوا بعد فشل الخضر في بلوغ المونديال، وكل من يتابع بعض هؤلاء على القنوات الفضائية بل على قنوات اليوتيوب، القنوات الخزي والعار، يلاحظ ذلك. إنهم أعداء المنتخب الوطني، إنهم أعداء الناخب الوطني الجزائري، وأتمنى أن يواصل الناخب الوطني مهنة، وحتى وإن خرج المنتخب الوطني من المونديال وهذه كما يقول مشيئة الله، فأتمنى أن يواصل جمال بلماضي مسيرته على رأس المنتخب الوطني الجزائري، لأنه استطاع أن يكون منتخبا كبيرا، وبإذن الله مباراة واحدة لن تقلل من شأن هذا المدرب الكبير الذي أفرحنا وأسعدنا أكثر من مرة. لكن هناك من لم يسعده تلك من النتائج التي كان يحققها المنتخب الوطني الجزائري، لكن الغريب في الأمر أن هؤلاء أعداء المنتخب الوطني راحوا يمدحون بمقام به الحكم الجامبي وقاسم، هذا الحكم المرتشي، هذا الحكم الذي ذبح الخضر، هذا الحكم الذي حرمنا من بلوغ المونديال، هذا الحكم الذي أبكان أمام أعيننا والمنتخب. نلاحظ ونشاهد كيف كان يذبح المنتخب الوطني ونحن لا حول ولا قوة لنا، سبحان الله. ولكن رغم ذلك هناك من أسعدهم تلك الطريقة التي كان يدير بهذا الحكم، وراحوا يمدحونه على أن ما قام به كان أمر عادي، سبحان الله. تصور أن البعض قال أن ضربة الجزاء التي كان بإمكان الحكم قاسم أن يمنحها للخضر بعد سقوط المهاجم إسلام السمر في منطقة المحرم، قالوا أنها ليست ضربة جزاء شرعية، وأكثر من ذلك قالوا أن
الهدف الذي وقعه المنتخب الكاميروني في شباك الحارس الملحي، الهدف الأول أقصد على أنه هدف شرعي، والكل لاحظ وشاهد طريقة الدفع الذي تعرض لها المدافع مودعي، والذي أثرت على الحارس رئيس الملحي. كذلك هدف سليماني، كلنا شاهدنا أن هدف سليماني كان شرعي، لكن للأسف أبواق التي خرجت في القنوات الفضائية ولا تزال تخرج على مواقع التواصل الاجتماعي لا زال تصف ان هدف سليماني غير شرعي، بل اكثر من ذلك لا زال يصفون ان الحكم قاسم كان حكما رائعا، حكم تجلى بالشجاعه. فاي شجاعه هذا الحكم؟ اقول لكل من يشاهدني ان الشجاعه التي تحلى بهذا الحكم لانه كان محمي، اقول محمي من طرف جزائري، من طرف اعداء الجزائر، من طرف اعداء المنتخب الوطني الجزائري، من طرف اعداء الناخب الوطني جمال بالماضي. اقول لان هؤلاء يا جماعه لم يسبقوا ان سعدوا وان فرحوا بما كان يقوم به المنتخب الوطني وبما كان يحققه هذا المنتخب الذي أسعدنا وأفرحنا. للأسف فمن حقنا أن نتأسف ونتألم بما حدث المنتخب، ليس بخسارة المنتخب الوطني الجزائري، لأن المنتخبات الكبيرة دوما تخسر، هذا أمر عادي في كرة القدم، ولا يوجد منتخب في العالم أن حافظ على نظافة، أقول نظافة سجلي بدون خسارة. أقوى المنتخبات العالمية تتعرض إلى الخسارة، وما الهزيمة التي مني بها المنتخب الإيطالي بملعبه وفي لقاء فاصل أمام مقدونيا إلا دليل عن ذلك. لكن الذي آلمنا كجزائريين وآلمني كجزائري هو الخسارة، طريقة الخسارة التي بني بها المنتخب الوطني الجزائري أمام أعيننا. قام الحكم قاسم بذبح، أقول ليس بذبح المنتخب الوطني الجزائري، بل بذبح الملايين من الجزائريين أمام أعيننا. لكن أعداء الوطن وأعداء هذا المنتخب للأسف لا يزالون يمدحون هذا الحكم، هذا الحكم المرتشي الذي يجب أن يعاقب، يجب على السلطات العليا، أقول على السلطات العليا في الجزائر أن تتدخل لدى الفيفا وأن تعيد حق المنتخب الوطني الجزائري الذي هضم أمام أعيننا. يا جماعة المنتخب الوطني هزم وليس ولم ينهزم، أقول هزم لأنه أرغم أن ينهزم، لأن المنتخب الفائز على المنتخب الكاميروني في جابومة بهدف مقابل صفر، وأن ينهزم هنا بالجزائر وبملعب تشاكا وهو الملعب الذي لم يسبق وأن انهزمنا فوقه، فهذا دليل آخر على أن هناك من كان يقف وراء المنتخب الوطني الجزائري لننهزم، حتى لا نحرم من بلوغ المونديال، حتى لا يحرم الملايين. لهذا أقول وأكرر أن هزيمة الخضر أمام المنتخب الكاميروني كانت بفعل الفاعل داخل الجزائر، وأتمنى بل وطالب من الجهات الوصية أن تفتح تحقيق بشأن ما قام به الحاكم قاسامة، لأن الهزيمة هزيمة الخضر لم نتجرأ بعد، هي حقيقة يجب أن تقال، لم إلى حد الآن لم تتجرأ، لأن مرارتها كانت أكثر من الخسارة. ولو خسر المنتخب الوطني الجزائري اللقاء بطريقة عادية، أقول فوق الميدان بطريقة عادية، وعلى أن الحكم كان عادلا في قراراته فهذا أمر عادي، المنتخب الوطني لم يكن يستحق أن يتأهل إلى المونديال، لكن أن نخسر بطريقة التي شاهدنا بها المنتخب الوطني الجزائري وهو يذبح أمام أعيننا فهذا الذي لن نتقبله. وأن الكثير شكك قبل بداية أو قبل اللقاء على أن المنتخب الوطني الجزائري سيتعرض إلى الخسارة، وهو ما حدث فعلا، لأن إقامة كأس العالم بقطر ومشاركة المنتخب الوطني الجزائري في مونديال قطر أكيد أن الكثير من الجزائريين
بل ستشهد مباريات الجزائر في المونديال أكبر عدد من الجمهور. وبما أن الجمهور الجزائري متعاطف ونحن متعاطفون إلى درجة لا توصف مع القضية الفلسطينية، لأنها قضية تهمنا كجزائريين وكمسلمين وكعرب، لأنها جزء منا. فهذا العامل كذلك يقف وراء حرمان الخضر من بلوغ مونديال، حتى لا يرون الجزائريين حاملين معهم الرايات الفلسطينية ترفرف إلى جانب الراية الوطنية في ملاعب قطر. وهناك لوبي سعى هو الآخر أن يحرم الخضر، والأيام بل السنوات، تقول السنوات ستكشف أن الحكم كاسامة تقف وراه أيادي جزائرية وأيادي العار التي لا تكن للجزائر وللشعب الجزائري الخير، بل تسعى دائما لتحطيمنا، بل تسعى دائما لرؤية الجزائر، الشعب الجزائري كئيبا. لكن بإذن الله تعالى سيبقى الشعب الجزائري يقف ضد هؤلاء الدخلاء عنا وعن وطننا العزيز. وحتى وإن أقول وحتى وإن كنت لا غير متش... غير متفائل بخصوص الطعن المقدم من طرف الاتحاد الجزائري إلى الاتحاد الدولي، وعلى أن هذا الأخير سيرسم نتيجة اللقاء التي انتهت بها المباراة الأخيرة، إلا أن هذا لن يقلل من حبنا للمنتخب الوطني الجزائري. أتمنى أن أكون قد وفقت إلى أبعد حد في هذا الموضوع، وإلى أن نلتقي في موضوع آخر. هو كريم ماضي يحييكم تحية حارة، متمنيا للجميع دوام الصحة والهناء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.